السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولا حضرتك يا شيخ مصطفى. نعم، تفضل. حكم الأم التي تنازلت عن حكم، تنازلت عن حكم المحكمة في قصاص من ابنها، من بنتها كانت قتلت، أخوها حرقها وقتلها، ماشي، فهي نزلت عن حق أختها أمام القاضي وقالت أنا تنازلت لأن ده ابن الابن الوحيد اللي فاضل معايا واللي هيبقى سند ليا، حكم الشرع ده إيه بقى؟ ليست بآثمة. ليست بأسئلة؟ ليست بآثمة. جزاك الله كل خير. وليكن.